حاجه ده طبيعي. رجاله هايلين يا رجاله، والله العظيم والله العظيم. يعني انا شايف النهارده كنت فاكر فريق احسن فرقه في البطوله، والله العظيم انتوا تستحقوا الفوز. يعني انا كسبت كلمه عند ربنا، يعني والله العظيم انا توقعت كده خلاص النهارده اخر ماتش وخلاص سلام سلام. يعني انتوا عناصر مميزه جدا وفيكم كذا لعيب مميز. النتيجه مش هي دي اهم حاجه، اهم حاجه بقى انا عملت دوري، عملت الواجب بتاعي بمعنى اصح، ما احسش ان انا قصرت. وانا شايف النهارده من احسن الماتشات اللي انتوا عملتوها. انا مش زعلان ان احنا خرجنا، بس اهم حاجه نكون استفدنا. وجهه نظري ان احنا كلنا استفدنا، انا استفدت وانتوا استفدتوا ان انتوا حتى وريتوا للناس ادائكم، وريتوا للناس امكانياتكم، ودي البدايه المبشره بالنسبه لكم ان شاء الله. اهم حاجه عندكم يكون الهدف بتاعكم اللي انتوا تكملوا وتطوروا من نفسكم الفتره الجايه ان شاء الله، والموسم الجديد تكونوا موجودين وتاخدوا البطوله ان شاء الله. توفيق يا رجاله ان شاء الله.